السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوج جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشي للزكام، ناخذ شي حاجه من مول الدار حتى نمشي للدار ان شاء الله. شي 10 شهور ما شفتهم، المهم ناخذ لهم شي حاجه ونمشي للزكام ان شاء الله. وحضركم تما المهم الخوت، انا خديت المالين الدار هاد الخير هذا، وصلوا للدار ونوريكم شنو خديت ليهم. وان شاء الله تمشي معايا، غادي نمشي نهار الخميس ان شاء الله غادا غدا. المهم الخوت، هادشي هو اللي شريت المالين الدار، جابادور والبلغاو الجلابة ديالهم. شريت الادام يوسف لي انا الوالد، الوالدة واختي حتى هي. المهم هذا مكان، دابا غادي نجمع حوايجي ان شاء الله ونمشي نشدو طاكسي باش نمشي للمحطة. بقاو معايا. المهم دابا درنا الديبار من المسيرة، ان شاء الله غادي الصحراء يمكن حتى كانت راكم معايا راكم تما. دابا وصلنا لتاكانت، المهم تسحرنا بخير على خير. باقا دابا السوا ديال الطريق الطرفايا. السلام عليكم. المهم دابا غادي انا وادم
غادي للجامع. كي داير ادم؟ قول لهم ديروا ابوني، قول لهم ديروا ابوني، ليه ابوني؟ قول لهم ديروا سبسكرايب، قول لهم ديروا سبسكرايب، ديروا سبسكرايب. شنو هي سبسكرايب؟ المهم نرجعوا من الجامع ان شاء الله، ونتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم واخا يكون طويل شويه. هذا ما كان. المهم تهلاو في راسكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، تفعلوا زر الجرس. وهذا ما كان بالنسبه للحوايج حتى النهار العيد ان شاء الله غيلبسوهم. وكيف ما كان الحال، كي بالقليل كي بالكثير راه كتفرح والديك وخوتك الا عندك تهلا في والديك، ولا ما عندكش واخا تجيب لهم غير شي حاجه بسيطه راه غادي تفرحهم. هذا ما كان، تهلاو في راسكم.